صباح الخير استاذ نوار. اهلا ناصر ريهام، اهلا وسهلا، تفضلي. سالت عنك بالمكتب قالوا لي انه حضرتك هون، فبس بدي من وقتك دقيقتين. تفضلي، اهلا وسهلا. طيب خليني اطلب فنجان قهوه لاحلى كاتبه عنا بالجريده. والاحلى على مين بتعود، على الكاتبه ولا على الكتابه؟ خلينا نقول على اثنين. تفضل على الكتابه. استاذ، في ثلاث مقالات بعثت لك اياهم على ايميل الجريده من فتره، لهلا ما نزلوا بولا جريده من اللي بتتعاملوا معهم. ايه معك حق، انا يمكن نسيت خبره، حقك علي. بصراحه انا قريت المقالات وعجبوني كثير، بس شفت انه في واحده منهم كاتبتيها عن اعمال الست الوالده، والمقال الثاني كثير حلو، الفن التشكيلي الى عين مع السيد الوالد، والمقال الثالث بظن مع صديق العائله المحامي لؤي محمد بصفته شاعر مهم. مو هدول المقالات الثلاثه اللي عم تساليني عنهم؟ تمام. وانت بتعرفي وسطنا، يعني ما رح يشوفوا ابدا الحياديه والموضوعيه اللي انت كاتبه فيهم المقالات، ما رح يشوفوا من الموضوع غير القصه العائليه بس، يعني بنت عم تعمل دعايه لامها وابوها وصديق العائله. فمشان هيك انا ارتقيت، ومشان نبعد عن هذا التشويش، انه ننشرهم باسم التحرير. وطبعا انا ما شفتك يعني لاقول لك قبل، وبعتقد انك انت رح توافقيني تماما على هي الخطوه، لانه نحن بيهمنا الجوهر والمضمون. عفوا استاذ، بس حضرتك عم تعترف بالحياديه اللي انا كاتبه فيها، فما عم بقدر افهم المنطق تبعك. يعني اكيد انا بيهمني اسمي وتعبي. يعني ما اقتنعتي بوجهه نظري؟ اكيد لا، وما فيني اشوفها غير سرقه ماديه ومعنويه. اي رؤي يا انسي ريهام، رؤي، ولا تشدي على حالك كثير، يعني انت عم تكبري الموضوع اكبر بكثير مما بيستاهل. استاذ نوار، انا ما عم كبر الموضوع، ان شاء الله مفكر انه ما بعرف انه عم يدفعوا لكم اضعاف من اللي عم تعطونا اياه، وانتم ما عم تعطونا غير النص ونحن ساكتين وقاعدين. بس انك تسرق الجمل بما حمل، لا هيك كثير. وبرايك انا كيف بصرف على الجريده وعلى الموظفين والفواتير؟ منين بدفع؟ شايفتيني فاتح جمعيه خيريه؟ لا، مو جمعيه خيريه، جمعيه حراميه. لعما هالوقاحه؟ ابو ريما، ابو الريم، انا يعني حابب اتشكرك على وقفتك معي، كتر خيرك، وانتو شباب ما قصرتوا ابدا. عيب عليك، عيب عليك، نحن اخوات وهذا اقل شيء فينا نعمله، بس انا بدي اياك ما تضل هيك، لانه الحمد لله يعني عم يتحسن وضع. الف الحمد لله. اذا بدك شيء حاكي اكيد. تبع حالك، يلا سلام. الله معك. الله معك رامي. اهلين ريهام. اهلين ريهام. هدول مبلغ صغير بس بلكي بيسندك شوي. لا يا ريهام، معقولة أنت كمان؟ ولو أهل، نحن حبيبي مو بيناتنا، سيك سيك. لا شو هالحكي؟ يلا قوم نحجز بالخاص. طب بلكي ما كفى المبلغ. أخي احجز له، لا تاكل هم، أكيد ما رح ياخذوا كل المبلغ اليوم. أخي بتتدبر تتدبر، يلا قوم نحجز، يلا. ريهام فيك شيء؟ شكلك مو على بعضك. صاير معي شغلة هيك مزعوجة شوي. احكيلي شو في؟ رح فوت سلم عليهم بقوة.